بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية محبة وتقدير لكل الحاضرين، وأشتاق ممثلي جميع الأحزاب السياسية، إخواني أعضاء اللجنة التحضيرية، المناظر الإعلامية، ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني، ممثلي النقابات والمجتمع المدني، الحضور الكريم، السيدات والسادة، المناظرات والمناظرين المدعوين الذين شرفوا وطمعنا بحضورهم وأكدوا بذلك تقديرهم واحترامهم لإذن الأسير، تحية وتقدير تقدير إجماع الوفاء لمؤتمر الامتنان والإحسان في تقديم الماضي والتأمل في الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. اجتماعنا اليوم محطة أساسية في مسيرة حزبنا، نلتئم فيها ونحذو عقول تمام الوعي بمسؤوليتنا وطموحنا ببلدنا، ونحن مدركون تمام الإدراك بمكانتنا ولدورنا في المشهد السياسي في بلدنا. أيها السيدات والسادة، لقاؤنا اليوم يتمحور حول الشؤون الداخلية للحزب، وذلك من أجل امتداد منابر لحضور أشخاص المؤتمر السادس المنعقد يوم 19/20/21 مايو 2017 في مدينة الجديدة. يحق لي ولكم أن نفتخر ونعتز وأن نتباهى بمستوى المنشد السياسي لمناظرينا، لأن حزبنا يتبوأ مكانة جد محترمة فرضها بمواقف مناظريه الأوفياء وقيادي الحكماء، وبتشجيع كل المقومات لتحويل الامير الكبير عبد المغرب تحت قياده عاهلنا الملك محمد السادس فخر الله وقياده. لقد انخرط حزبنا بصدق في المسلسل الديمقراطي لبلادنا، واعتمد في الممارسه الديمقراطيه الحقه، وحقق قبضة هائلة جعلتنا نحس بفخر الانتماء لهذا الحزب وبالطمأنينة في العمل داخله. إخواني المناضلات، إخواني المناضلين، يحق لنا أن نهنئ أنفسنا بأننا استوعبنا جيدا كل تحديات الإحساس والهيكلة في حزبنا، ونجاحنا في مطالب المسيرة الكبرى عنوانها الديمقراطية. وما تواجد فجور جديدة بحزبنا ما هو إلا تدبير ديمقراطي وعقلاني، نتبخى ونتطلع إلى المزيد من المكتسبات والانتصارات بفضل جهود بذلتها قيادة الحزب. وهذا يظهر من خلال الحضور الوازن على المستوى الحكومي، والواضح أن حزبنا لم يكن قط متمسكا بالمواطن بحسب ما هو متمسك بمصلحة الحزب.